لو كان يبدأ عندي القدرة باش نعمل حاجة لبلادي، أول حاجة وأهم حاجة نعملها نطير حاجة اسمها فساد من البلاد. محمد عوينة 21 سنة، اتيديون في اش سي كارتاج، وننشط في دي كلوب زادة في الياش سي، وأصيل مدينة العالية. الخصال اللي نتميز بها أبار الطول بيان سور هي البرسيفيرونس نتاعي. نحس روحي أني إنسان كي نحط حاجة في بالي راني نحاول نخلط لها ومهما كلف الثمن معناها. سينو نحس في روحي زادة إنسان ديسيبليني ونحترم الآخر كلك سوى الرأي الآخر وإلا الإنسان الآخر معناها المغاير عليا الديفيرون عليا. أنا صانع الرأي أبار بتتر لي فالور اللي مهمين للناس الكل، فما دوتر فالور اللي لازم يكون معناها يتميز بهم صانع الرأي، كما انه انسان ياناليزي لي دوني اللي يخوم. اولا صا انسان يعمل لي ريشيرش نتاعو، انسان زاد يتحرى في المعلومه نتاعو، ثانيا هو انسان ياناليزي لي دوني اللي يخوم، ماهوش انسان يتلقى المعلومه فقط بل يحاول يستخلص حاجات بتتر ما وصلولهاش عباد غيره، والا على الاقل يستخلص حاجات اللي خارجه من قناعاته، مش يستخلص حاجات اللي العباد خرجت بها فهو تبناها. دونك يتبنى الحاجات اللي راهم صحاح، ما يتبناش الحاجات اللي راهم العباد صحاح. ما عندكش فكره شنو هما لي كيسيون اللي نجمو يتسالو لك، دونك هذاك بلوز موان السبب اللي خليني حس في شويه ستريس، وميم طون فما اكسايتمنت نتاع انك اول مره باش تتحط في سيتواسيون انك تحكي. مسابق اخر يقف قدام لجنه التحكيم، ما هو موقفك من التعاطي السياسي مع مساله الهجره غير النظاميه في تونس؟ باش تخرج من تونس ما نعرفش قداش من دوله موجوده، اكثر من 200 دوله، اغلبهم لازمك فيزا، لازمك فيزا باش دخلت لهم. في المقابل نلقاو ان تونس ما تفرض حتى فيزا، دونك السياسات الخارجيه نتاع الدوله التونسيه هي السياسات تقرا كما نقولوا نحن النقص في روحك وتخلي روحك تلعب في الدور الضعيف. هي الحلول تقترحها اليوم لمجابهه مشكله المديونيه وخاصه التدين الخارجي بالنسبه لتونس لاثقل كاهل الدوله؟ مشكل المديونيه في تونس بدا من قبل برشا، دونك لازمنا نرجعوا للاصل نتاع المشكله باش نجموا نفهموا كيفاش نجموا نحلوا الاشكاليه كونكريتمون. الحقيقه اني من الاول كي تروحي داخل بعضي شويه، دونك هذيك من بعد قلقتني شويه، من كومام داريك تحاولت نداركم.